الأطفال في الصف السابع اليوم رح نبلش بالوحدة الدراسية نظام التشغيل ويندوز، وحدة الثانية من الكتاب رح نبلش بالدرس الأول نظام التشغيل ويندوز وبدء العمل. نظام التشغيل ويندوز وبدء العمل، رح نتعرف بهذا الدرس يا سابع على مفهوم نظام التشغيل، رح نذكر أهم وظائف نظام التشغيل، رح نتعرف على مزايا نظام التشغيل ويندوز، كيفية البدء بالعمل وتشغيل نظام ويندوز، ورح نتعرف على استخدام الفأرة بسهولة في بيئة ويندوز، ورح نتعرف على كيفية إيقاف تشغيل الحاسوب وإنهاء العمل. تعلمنا يا سابع بالوحدة الأولى على أو تعرفنا على مفهوم الحاسوب، وعرفنا إنه الحاسوب بتكون من المعدات اللي هي يمكن رؤيتها ولمسها، وتعرفنا على البرمجيات. تعريف البرمجيات هي التي تدير عمل الحاسوب وتتحكم في مكوناته المادية. النظام التشغيل ويندوز يا سابع يعتبر من البرمجيات، إذا نظام التشغيل ويندوز يعتبر من البرمجيات. بلش نتعرف على مفهوم نظام تشغيل ويندوز. تعريفه هو مجموعة من البرامج الأساسية، مجموعة من البرامج الأساسية التي تقوم بإدارة الحاسوب وتتحكم بالأعمال والمهام جميعها التي يقوم بها. إذا نرجع نعيد مفهوم نظام التشغيل ويندوز، مجموعة من البرامج الأساسية التي تقوم بإدارة الحاسوب وتتحكم بالأعمال والمهام جميعها التي يقوم بها. إذن نظام التشغيل ويندوز يتحكم بالحاسوب بالكامل، بتحكم بالشاشة، بتحكم بالفأرة ولوحة المفاتيح، بالطابعة، بالقرص الصلب، بالتطبيقات. إذن هو يتحكم بالحاسوب بالكامل، لهيك أي حاسوب لازم يكون عليه نظام تشغيل. إحنا نظام التشغيل اللي بنتعرف عليه بهاي الوحدة هو نظام التشغيل ويندوز، أكيد يعني في عنا أنظمة تشغيل أخرى لجهاز الحاسوب، لكن إحنا رح نتعرف على نظام التشغيل ويندوز. تعرفنا على تعريفه، هو مجموعة من البرامج الأساسية التي تقوم بإدارة الحاسوب وتتحكم بالأعمال والمهام جميعها التي يقوم بها. طيب ثانياً رح نتعرف على وظائف نظام التشغيل ويندوز. واحد، التحكم في نقل البيانات داخل الحاسوب. إذا المسؤول عن التحكم في نقل البيانات هو نظام التشغيل ويندوز. 2، تنظيم عمليات حفظ البيانات والبرامج. 3، التحكم في معدات الحاسوب. بتحكم في معدات الحاسوب سواء كانت وحدات إدخال أو إخراج أو معالجة. 4، اكتشاف المشكلات ومعالجتها. إذا هو بيكتشف لي أي مشكلة موجودة بالحاسوب وبيقوم بمعالجتها أو بيخبرني شو المشكلة بأي جزء من أجزاء الحاسوب. النقطة الأخيرة، تفاعل مع المستخدم بالاستجابة لأوامره. طيب شو شرح هاي النقطة؟ النظام التشغيل ويندوز يا سابع هو بشكل اللي حلقة وصل ما بين المستخدم وجهاز الحاسوب. إذن هو بشكل حلقة وصل ما بين المستخدم اللي هو إحنا الإنسان هو المستخدم وما بين جهاز الحاسوب. كيف بشكل حلقة وصل؟ مثلاً أنا بدي أعطيه أمر يفتح لي برنامج، فأنا بعطي أمر فتح برنامج. نظام التشغيل ويندوز بيحول هذا الأمر من لغة الإنسان اللي هو الأمر open للغة الحاسوب حتى يفهمها الحاسوب ويفتح لي هذا البرنامج. كمان مثال، ممكن لو أنا بدي أعطيه أمر طباعة حتى يطبع لي ورقة، فأنا بعطيه الأمر print طباعة. نظام التشغيل ويندوز بيقوم بتحويل أمر برنت إلى لغة الحاسوب اللي هي اللغة التي يفهمها الحاسوب وبيطبع عليه الورقة على الطابعة. إذن هو يساعد على التفاعل مع المستخدم بالاستجابة لأوامره بشكل حلقة وصل ما بين المستخدم وجهاز الحاسوب. طيب نتعرف على مزايا نظام التشغيل ويندوز. أول ميزة اللي هي سهولة استخدام نظام التشغيل، سهولة الاستخدام، فأي شخص ممكن بسهولة يتعلم كيفية التعامل مع نظام التشغيل ويندوز. 2، التشغيل المتعدد للبرامج والتطبيقات، فأنا ممكن أفتح أكثر من برنامج أو تطبيق في نفس الوقت. فمثلاً أنا ممكن أكون فاتحة
جوجل كروم، وأفتح كمان برنامج وورد عادي، ممكن أفتح أكثر من برنامج بنفس الوقت. 3، التشابه في طريقة التعامل مع البرامج جميعها. إذا هو بيتعامل مع البرامج بطريقة متشابهة، يعني مثلا طريقة إغلاق أي برنامج في نظام ويندوز نفسها، اللي هي النقر على زر الإغلاق. هاي هي مزايا نظام التشغيل: سهولة استخدام نظام التشغيل، التشغيل المتعدد للبرامج والتطبيقات، التشابه في طريقة التعامل مع البرامج جميعها. طيب، ثالثا، بدء العمل وتشغيل نظام التشغيل ويندوز. كيفية تشغيله؟ كيف بدي أشغل نظام التشغيل أنا ويندوز؟ بدء العمل وتشغيل نظام ويندوز: 1، الضغط على مفتاح التشغيل الموجود على صندوق الجهاز اللي هو الكيس. أنا بدي أضغط على زر التشغيل للكيس، والشاشة طبعاً راح تكون شغالة. 2، يبدأ نظام التشغيل ويندوز بالعمل، ببلش تظهر عنا إنه بلش يشتغل الجهاز. 3، تظهر الشاشة الافتتاحية لويندوز، قم بالنقر فوق اسم المستخدم وثم قم بإدخال كلمة المرور. إذا تظهر لي الشاشة الافتتاحية، أنا بنقر على اسم المستخدم وبدخل كلمة المرور إذا أنا كنت حاطة كلمة مرور للجهاز اللي هو الباسورد. 4، تظهر الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 7. طبعا يا 7، الشاشة الرئيسية بنسميها إحنا سطح المكتب، رح ناخد درس كامل عن سطح المكتب ونتعرف على مكوناته وعلى تعريفه بالكامل. إذا الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل اللي هي سطح المكتب، بنسميها سطح المكتب. طبعا هون إحنا ذاكرين إنه عندنا ويندوز 7، طبعا في إصدارات من ويندوز، في ويندوز إكس بي اللي هو أقدم إصدار لنظام التشغيل ويندوز، في عندنا ويندوز 7، في عندنا ويندوز 10 اللي هو من يعني أحدث إصدارات ويندوز. بهيك خلصنا الجزء الأول من الدرس، في الحصة القادمة إن شاء الله بنكمل الجزء الثاني من الدرس، ويعطيكم العافية.